زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم مقر منتدى دبي الصحي بفندق جراند حياة في دبي، وشهد وإلى جانبه معالي حميد بن محمد عبيد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، جانبا من الجلسة الخاصة بفرسان التحدي أبطال الإمارات الرياضيين من ذوي الإعاقة. وتابع سمو ولي عهد دبي والحضور وقائع الجلسة التي تضمنت شرحا حول إنجازات فرسان الإمارات من ذوي الإعاقة في البطولات الدولية وميداليات التقديرية والجوائز التي حصدوها ورفعوا علم الدولة في المحافل العالمية. وقد أشاد سموه بأن بعد أن صافح المتحدثين على المنصة بقدرة شباب الوطن من شريحة المعاقين على خوض المنافسات الرياضية على مستوى العالم، مؤكدا دعمه وقيادتنا الرشيدة ومختلف مؤسساتنا الوطنية لهذه الشريحة من مجتمع دولتنا الحبيبة الذي يزخر بالكفاءات العلمية والرياضية والثقافية وغيرها، والذي يتميز بقيم العطاء والتسامح والتكافل الاجتماعي والوطني. وعقب الجلسة التي حضرها نخبة من الخبراء والأطباء والباحثين من داخل الدولة وخارجها، تفقد سمو حديقة الصحة التكنولوجية المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطلع على آخر الاختراعات العالمية في مجال الأجهزة الطبية وتجهيز المستشفيات والتقنيات العالمية التي تستخدم في الطب والعلاج والعمليات الجراحية وغيرها. واستمع سموه من معالي حميد محمد القطامي ومساعديه إلى شرح موجز حول عمل ووظيفة كل جهاز من الأجهزة المعروضة من قبل شركات عالمية ومتخصصة ومستشفيات عامة وخاصة في الدولة تستخدم هذه التقنية بكفاءة عالية. وأشاد سمو ولي عهد دبي بفكرة تنظيم المنتدى والمعرض، واعتبرهما فرصة للأطباء والخبراء والدارسين لتبادل الرأي والاستفادة من البرنامج والمواضيع المطروحة للنقاش على منصة المنتدى. نشوف شو مشاكل الطلبة في الحرارة، كم ياخذ؟ هذه احدى الجهات اللي هي عندنا. الطريقه اللي هي ماسك هذا. راح يتحكم فيها. بعد من الاشياء اللي قبل فعلا نشوفها. فهذه تقول لهم يا حق القلب. احنا شو متطوعين؟ الهدف الحين 100 جهاز حتى نطبق على